عالجنا عدة قضايا، سواء كانت بمبادرة منا أو سواء تجاوبا مع تلقي شكاوى تلقيناها من المتضررين، تأمينا لعملية توجيه جديد تكفل تجاوز الاختلالات التي قد تحدث في التوازن. شكرا جزيلا، شكرا لموقع الأخبار إنفو على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مميزات أداء سلطة العليا للصحافة والسمعات البصرية خلال هذا الاستحقاق الانتخابي. وكما تعلمون فإن الاطلاع بأدوار المواكبة والرصد الإعلامي هو جزء أصيل وتقليد مكين ضمن صلاحيات السلطة العليا التي تعمل في كل مرة للمزيد من تحسين آلياته وأدواته، وإن كان لا بد من رد على نوعية هذا التميز الحاصل داخل هذه المرحلة وهذه الفترة، فسيكون بكل تأكيد زيادة وتعزيز الموارد البشرية للسلطة العليا المكلفة بعملية الرصد الإعلامي والانفتاح الزائد على مختلف المخالطين في العملية السياسية، سواء كانوا ناخبين أو منتخبين أو إعلاميين، تكوينا لهم ومؤازرة وتعضيدا لجهودهم، فضلا عن القيام بدرجة من التقييم النصفي قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، تأمينا لعملية توجيه جديد تكفل تجاوز الاختلالات التي قد تحدث في التوازن بالتغطيات الإعلامية داخل المرحلة أو الأسبوع الأول المنصرم. ولذلك أصدرنا بيانا بعد انقضاء 7 أيام طرحنا فيه مختلف الإشكالات التي رصدناها ومختلف الشكاوى التي تلقيناها وآليات التعاطي معها. والضبط قد يكون بالفعل وقد يكون بتركه، بمعنى إن سارت الأمور على ما ينبغي في ظل توازن أو تأمين للنفاذ الفاعلين إلى وسائل الإعلام وتلقي ومعالجة مختلف الشكاوى فهذا هو الأصل. عملية الضبط الاستثنائية بمعنى معالجة الاختلالات التي حدثت، عالجنا عدة قضايا سواء كانت بمبادرة منا أو سواء تجاوبا مع تلقي شكاوى تلقيناها من المتضررين أو ممن يعتبرون أنفسهم قد تضرروا من تأمين هذا النفاذ العادل، ويمكن أن أقدم أمثلة متعددة في هذا المجال، سواء الشكاوى التي تلقيناها من حزب الصواب أو التحالف الشعبي التقدمي أو حزب اتحاد قوى التقدم أو حزب التواصل أو حزب البناء والوحدة، وهذه جزء من يوميات الضبط الإعلامي التي نعمد إلى التعاطي معها بكل روح انفتاح وبكل إيجابية. بالنسبة لنا كما تعرفون نعمد أو نعتقد بأن العرس الديمقراطي والاستحقاق السياسي هو فسحة من الحرية، فسحة من إجلاء وإعلاء قيم الحرية والتعددية والتنافسية المضبوطة بالقانون. لذلك عندما لا كل المنتوج كنا سعداء جداً في كل لحظة تصل إلينا المواد وهي بحدود 18 إلى 25 حصة بشكل يومي، عندما نجيزها كلها ونرسلها إلى وسائل الإعلام العمومية قد لا تقدر سعادتنا في تلك اللحظة، لأننا أمننا في الوقت ذاته درجة من الانسيابية ومن الانفتاح، ولأن الأحزاب أيضا أو القائمين على الأحزاب أيضا تعاطوا بشكل إيجابي مع متطلبات القانونية بما تعنيه من إفساح للحرية ومن احترام للضوابط القانونية أيضا. لذلك بين قوسين مفرط الحساسية حيال أي عملية عدم إجازة لأي منتج إعلامي يقوم به حزب، إلا في الحالة التي نعمد إليها اضطرارا لا اختيارا، وهي إعمال لمتطلبات الضبط بكل تأكيد، عندما يكون المنتوج الإعلامي يصطدم بوضوح وبصراحة مع المتطلبات القانونية بما تحمله وبما تعنيه من حفاظ على الثوابت الوطنية وابتعاد عن النفس القبلي أو الشرائحي أو العرقي أو مساس بحرمة الأفراد الآخرين الذين لهم كامل الحرية بأن تبقى أدواتهم مصونة وأسفالهم مصانة أيضا. بالنسبة لتجاوب الأحزاب مع القرارات التي تتخذ خصوصا في عدم إجازة المنتج الإعلامي المقدم إلى وسائل الإعلام، الأحزاب التي تم أو لم تجز المنتوج الإعلامي المقدم إليها لم تتفهم قرار السلطة العليا للصحافة والسمعات البصرية، رغم كل المحاولات لشرحه والسعي إلى محاولة عندما يأتوا الحصة مثلا نقول لهم بكل تأكيد نحن حريصون على تمرير هذه الحصة وبالله عليكم بها بعض من الفقرات التي تصطدم بشكل كبير مع المتطلبات القانونية، حيفوها من تلقاء أنفسكم أو أعيدوا الحلقة الماضية أيضا. وكل حالات الأحزاب بعد اللي تم ذاك ما تعتبره نوعا من التضييق على حرية الرأي وتعتبره نوعا أيضا من التأويل المتعسف للقانون.
بكل تأكيد يمكن أن أجزم بكل تأكيد بأنه ثمة ثلاث محاور. محور فيما يتعلق بتأمين، وهذا من صلاحيات السلطة العليا، تأمين النفاذ العادل للمترشحين والأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العمومية. وعادة تقوم عملية الرصد في السلطة العليا على ثلاث محاور. المحور الأول هو فيما يتعلق بالنشرات الإخبارية، والمحور الثاني هو ما يرتبط بتأمين الحصص المجانية، والمحور الثالث هو ما يرتبط بالتوازن في الحوارات أو المساطر البرامجية التي تنظمها وسائل الإعلام هذه. والمكسب الأكبر الذي تحقق خلال الانتخابات هو أنه تم تأمين بشكل منتظم وبشكل يومي فسحة للتعددية وللحرية بهذه الوسائل، وتأمين نفاذ الفاعلين إليها من خلال قرار السلطة العليا الذي قرر تخصيص ما مجموعه 120 دقيقة يوميا في إذاعة موريتانيا للأحزاب السياسية كحصص مجانية، و90 دقيقة يوميا للأحزاب السياسية بصفة مجانية في تلفزة موريتانيا، وصفحة طيلة الحملة لكل حزب بوسيلتي الإعلام جريدتين العموميتين الشعب وأوريزون. لذلك في مجال الحصص المجانية كنا نشهد في كل يوم تحسنا وإقبالا من طرف الفاعلين السياسيين لاستثمار هذه الفضاءات، بخلاف ذلك فيما يرتبط بالنشرات الإخبارية. النشرات الإخبارية لطبعتها الحدثية كثيرا ما ترتبط بالفعل الحدثي، ولذلك تطرح عادة الإشكالية القديمة أو الحالة المدرسية القديمة، كيف لنا أن نغطي من لا يقوم بحدث. ولذلك كان التقييم النصفي الذي قمنا به بأن لاحظنا غيابا للتوازن في البعد الحدثي بين الأحزاب، بأن وجهنا وسائل الإعلام من خلال التقييم النصفي الذي قدمناه الجزء الأول من حملة بحاولة ابتداع آليات جديدة تكفل تعويض غياب التوازن في النشرات الإخبارية من خلال التركيز على المساطر البرامجية وإتاحة الفرصة للمترشحين من أجل الدخول في حوارات، حتى وإن كانت النشرات الإخبارية مرتبطة في حد ذاتها بالبعد الحدثي. ولذلك اقترحنا عليهم، ونأمل أن يكون التقييم الذي سنقوم به أو التقرير الذي سيصدر غدا إن شاء الله متوجا للحملة، أن يكون تقييمنا النصفي له تأثير على التقييم النهائي من خلال استحداث آليات تكفل المزيد من إشراك أولئك الذين لم يقدر لهم أن قاموا بنشاطات تستجيب أو تستوفي المتطلبات الحدثية للنشرات الإخبارية. المحور الثالث وهو المرتبط بمحور المساطر البرامجية، شجعنا وسائل الإعلام ووجهناها بضرورة تعميق وإقامة الحوارات، في ذلك تعويض عن البعد الحدثي، وفيه أيضا خروج مما يعرف بالعملية التسطيحية أو النظرة التسطيحية للعملية الانتخابية، وتعاقد مع المواطن من أجل المزيد من تبصيره وتنويره حتى يختار عن بينة وعلى بصيرة، وحتى يقدم صوته بالطريقة التي يراها مناسبة وفق المتطلبات القانونية. لذلك أيضا شجعنا على عملية إقامة حوارات، ونلاحظ بكل أسن أن بعد التثقيف الانتخابي وضغط الحصص المجانية أثر كثيرا على وسائل الإعلام العمومية، وحال في كثير من الحالات دون توفير هذا النقاش البناء بين القائمين على الشأن السياسي والمترشحين لهذه الانتخابات. من ضمن المستحدثات المستحسنة في أداء السلطة العليا بأننا لم نعمد في هذه المرحلة إلى انتظار تتويج أو نهاية الحملة من أجل إصدار تقريرنا الذي سيصدر الجمعة، وإنما قدمنا ذلك ببيان يشكل تقريرا جزئيا عن معطيات الأسبوع الماضي. هي فرصة تسمح لنا بالمزيد من التقويم والتوجيه حال حدوث اختلالات. التقرير الآن يمكنني بكل تأكيد أن المعالم الكبرى أو المحاور الكبرى قد اكتملت وتفصلنا ساعات قليلة عن الحملة الانتخابية. فيما يتعلق بتأمين نفاذ الفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام، لحد الآن لدينا 1300 دقيقة تم توفيرها لهؤلاء الفاعلين داخل وسائل الإعلام العمومية كحصص مجانية. فيما يرتبط بما مجموعه قرابة 240 إلى 250 حصة مجانية لكل الأحزاب، على تفاوت في هذه الأحزاب، على الرغم من أن القرار الذي أعددناه أصلا كان يعتمد معيار الأحزاب الأكثر انتشار في الترشحات بوصف البنية البلدية هي الأكثر أفقية والأكثر تجذر، بمعنى عدد بحساب عدد المترشحين في اللوائح البلدية تتم الحصول على حصة كل حزب. وعندما لاحظنا بأن حزبين فقط من ضمن الأحزاب 25 سيمثلان على الأقل بحدود 30 دقيقة بشكل يومي، مقابل حدود 10 دقائق للموالي وخمس دقائق للموالي، أثرنا كنوع من السعي للمحصيل من التوازن بأن نرفع عدد الأحزاب إلى 4، وأن نحدد السقف
الزمني بعشر دقائق على الرغم من أن حقها بمعيار التمثيل البلدي حدود 30 دقيقة، ولذلك كان الحد الأعلى في التلفزيون 5 دقائق، الحد الأعلى في الإذاعة 10 دقائق، والحصيلة التي قدمت في حد الآن لا تعكس فقط إقبال الفاعلين السياسيين على استثمار هذه الفضاءات، وإنما كذلك مستوى الحرية الذي أتيح لهم في استثمار هذه الفضاءات وتوجيهها في مخاطبة مناضليهم وتقديم خطابهم السياسي للناخبين. الأداء الإعلامي، نسيت أن أؤكد بأنه من خصوصيات ما سيميز هذا التقرير بأنه لن يقتصر على وسائل الإعلام العمومية، بمعنى في القرار الذي أصدرته السلطة العليا بعد مزيد من التشاور مع الفاعلين الإعلاميين ومثل الأحزاب وغيرهم، تم التوجيه بأن الأمر بحساب ضبط السلطة العليا يتطلب دعوة الصحفيين في القطاع العمومي وحتى الموظفين المعاملين لدى مؤسسات دولية إلى تحلي بقيم الحياد والموضوعية في التعاطي مع ملف الاستحقاقات بموريتانيا وفي تحقيق العدالة بين مختلف المترشحين وتأمين نفاذ عادل لهم. ولذلك في هذه الفترة أنا قلت لي الفكرة، السؤال اللي طرحته تقييم الأداء الإعلامي ممتاز. لذلك في هذا التقرير اللي سيصدر غدا أيضا ثمة تقييم أو تقويم لمستوى نفاذ الفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام العمومية، ولكن كذلك إلى وسائل الإعلام الخاصة. إلى وسائل الإعلام الخاصة يا أغلب المواقع في حدود 30 موقع الأكثر مقروئية بموريتانيا تم رصدها من ليلة انطلاق الحملة ولغاية الليلة من أجل معرفة مستوى نفاذ الفاعلين السياسيين إليها سواء في التغطيات الإخبارية أو في المقابلات أو في الإشارات. الأمر ذاته بالنسبة للصحافة الخاصة وبالنسبة للسمعية البصرية والصحافة الإلكترونية والمنصات. لذلك سنكون أمام رؤية أو بانوراما متكاملة توضح طبائع تعاطي المشهد الإعلامي والفاعلين الإعلاميين مع الفاعلين السياسيين. وبودي الإشارة إلى أن الإيمان لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بضرورة تكاملية أدوار كل المخرطين في العملية السياسية جعلنا لا نقصر مفهوم هذه العملية على ناخبين وعلى منتخبين وإنما على إعلاميين أيضا، ولذلك كانت لنا عدة مجالات وتعاون مع الشركاء ومع السلطات العمومية أمنت تنظيم ملتقيات تخص الضبط الإعلامي للانتخابات كما هو الحال مع رئيس أركم الفرنسي وكما هو الحال مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ملتقيات حول الضبط الانتخابي وحول متطلبات وضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتكوين الإعلاميين وممثل المجتمع المدني وإقامة مرصد لرصد الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية. لذلك البعد التكويني أيضا تمت إضافة أو تحقيق مزيد من الإضافات فيه، ويؤمل أنه بعد إصدار التقرير سنكون أمام الصورة العملية لهذه الانتخابات، كيف تم تأمين نفاذ الفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام، ما درجة تعاطي وسائل الإعلام مع هؤلاء الفاعلين، وعلى أن نستخلص لاحقا نوطد المكاسب التي تحققت ونستخلص النواقص التي قد تكون حدثت والتي يمكن استثمارها من أجل تأمين المزيد من التحسين اللاحق للتغطيات الإعلامية وللحملات الانتخابية في موريتانيا. جميع فواتيرك تشري من الانترنت، تحول وتستقبل الفضة وتدير كريدي وتخلص ميت، وما زال ياسر ثاني مصرفي دائما معايا.